السلام عليكم مثل كل مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. نزل معانا أفضل سلاح متطور حقيقة نزلته جارينا من بداية سيرتها إلى حد الآن. سلاح صراحة متعوب عليه يا جماعة، حقيقة يا جماعة السلاح هذا تعبت عليه جارينا على الآخر. أنا نشوفه صراحة من أفضل السكنات اللي وأقوى السكنات اللي نزلتها جارينا إلى حد الآن. اليوم إن شاء الله يا جماعة باش نجيبوا مع بعض السكن هذايا ونطوروا ما يمكن تطويره. وكما تعرفوا يا جماعه السلاحات المتطوره هذه اكيد التوكن بتاعها بعد باش يهبط، يا اما في المتجر يا اما في البوي باس. دونك يا جماعه اللي باش ياخذ سلاح توا ما يطورهوش الوقت الحالي، كل مره يطور منه شويه. ما نطولش عليكم برشا، والمتابعين يا جماعه يسالوا علينا في البثوث المباشره في اليوتيوب. راني وليت نبث في التيك توك، واللي مازال ماهوش موجود معانا في التيك توك يا جماعه باش نخليكم الرابط في اول تعليق. ما نطولش عليكم برشا ويلا نحكوا مع بعضنا. اسكي اوكي يا جماعه، خلينا نشوف مع بعضنا التوب اب وناخذوا مع بعضنا التوب. اوكي عندنا خلينا ناخذوا 50 جوهره يا جماعه، برك اخويا، وخلينا ناخذوا 150 جوهره. اوكي يا جماعه كما تشوفوا لهنا تشحن 100 جوهرة يعطوك 10 توكن، ايضا تشحن 500 جوهرة يعطوك 15 توكن. دونك في الجملة يا جماعة باش ناخذوا ومع بعضنا 25 توكن لهذا السلاح. دونك يا جماعة تحسن نحضر في الحصيرة قبل الشام. بسم الله بسم الله. كما العادة يا جماعة اغلبية الاحداث هذه اكيد مميزة في الحدث هذا باش يخلوهولك يعني اخر صندوق، ان شاء الله ما يبقاش معنا اخر صندوق. خلينا نحو مع بعضنا يا جماعه الصندوق هذايا ونحو الصندوق هذايا. بسم الله اوكي ليتس جو. اول لفه بتسعه لف، اول لفه ثوري يا جماعه يجينا من اول لفه يعني. يلا اوكي مش مشكل. باهي يا جماعه حبس الفيديو لهنا واكتب لنا في التعليقات كم سيكلفنا حسب معتقداتك، كم سيكلفنا من الجوهره هذا السكين يا اسطوره. 19 لفه اوكي بسم الله اوكي. بستوري 49 لفة، يظهر لي باش يبقانا للاخر يا جماعة، يظهر لي باش يبقانا للاخر. بسم الله اوكي 89 لفة. يلا 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 يلا. اوه 199 لفة مرة أخرى. اوكي هيا عاد، يظهر لي باش يبقى للاخر يا جماعة، يظهر لي باش يبقى للاخر. وين؟ يبقى للاخر اوكي. اوكي مش مشكل يعني سي نورمال باش. اوكي شباب تحصلنا على افضل سكين في اللعبه. اوكي شباب هذا اللي في الان كما تشوفوا عندنا واحد في معدل اطلاق النار، عندنا واحد في اختراق الدروع، وعندنا ناقص اثنين في سرعه الحركه. اوكي ليفل اثنين شباب، هذا ليفل اثنين. عندنا معدل اطلاق النار، عندنا زائد واحد في معدل اطلاق النار شباب، وعندنا زائد واحد في اختراق الدروع، ونقص واحد في سرعة الحركة. في الليفل ثلاثة يا جماعة عندك عداد يحسب كم لديك من كيل بهذا السلاح. اوكي كفو. وهنا يا جماعة في الليفل أربعة معدل إطلاق النار، زائد اثنين في معدل إطلاق النار، واحد في اختراق الدروع، عندنا ناقص يعني ناقص واحد في سرعة الحركة. اوكي ليفل سانك اوكي، هذه الرقصة حين تقتل شخص يعني وقت تجيب كيل بهذا السلاح يعطوك الرقصة هذه. في ليفل سانك ليفل سيس يا جماعة واو تحسوا يمشي يقرب العقرب يعني. عندما يكون عدد الذخيرة أكبر أو يساوي ثلاثة تزداد سرعة إعادة تحميل. شوفوا هذه رقصة السلاح شباب، واو رقصة أسطورية، رقصة أسطورية صراحة نعطيها 8 من 10. جيجي في الليفل 8 يا جماعة رقصة هذه أول مرة تنزلها كارينا، والخاسية أول خاسية هذه أول مرة تنزلها كارينا يا جماعة. الباتل رويال يا جماعة وقت تفوز بالبويا ديك الرقصة هذه، وإلا في كل جولة من كلاش سكواد يجيك الرقصة هذه. اوكي خلينا نحاول نطوره. اوكي تأكيد اوكي شباب تحصلنا على ليفل اثنين. اوكي خلينا نشوفوا كم الجولة لازمنا في ليفل ثلاثة. اوكي ترقية لازمنا يا جماعة اوكي تورش كان فيها تخفيض شباب. اوكي تأكيد اوكي اوكي
احكي شباب، خلينا نحكي في ليفل تروح حقيقة، وان شاء الله كل مرة نحاول ندوره من هذا السكين في المتاجر في المتجر الغامض، والا حتى في الباس نصور انه باش ينزل. اوكي شباب، كما شفتوا لهنا وصلنا ختام الفيديو بتاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعة تعمل لايك والاشتراك وشارك الفيديو مع اصدقائك شباب. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.